اهلا بكم مشاهدينا في برنامجنا علم طفلك في حلقتنا الثانيه. بيشرفني ان اكون معاكم مشاهدينا ومستمعينا من خلال قناتنا الصحه والجمال في برنامجنا علم طفلك. واسمحوا لي ان احنا نعرفكم عن برنامجنا، هيقدم لكم كل شيء مهم في عالم الطفل، في تربيته، في حواره، ازاي تتكلم مع طفلك، ازاي تتحاور معاه، ازاي تبني علاقه سليمه بينك وبينه، ازاي تنشئه سليمه وسويه. علشان كده قدمنا لكم برنامجنا علم طفلك مع نوره الحسيني، وما تنسوش تتواصلوا معانا على الارقام اللي موجوده على شاشتنا ان شاء الله. النهارده حلقتنا بتتكلم عن الابداع وتنميه المهارات، ازاي يكون طفلنا مبدع وازاي ننمي مهارته وابداعه، لان بعض اطفالنا بيكون عندهم مواهب وابداعات كتير من اولياء الامور ما بيعرفوش يتفاهموا مع ده، او ما بيعرفوش يوصلوا لهم ويوصلوا لطريقه تفكيرهم. علشان كده هيكون موضوعنا النهارده عن الابداع وتنميه المهارات. لكن قبل ده كله تعالوا نطلع فاصل ونسمع سيمبا هيقول لنا ايه. انا سيمبا. سمعتوا سيمبا بيقول لنا ايه يا اصحابي؟ بيقول لنا لازم نحافظ على نظافتنا ونظافه جسمنا هو ولادي. سمعتوه كويس؟ بيقول لنا ان النظافه شيء مهم، النظافه من الايمان يا اصحابي. لازم نحافظ على مكاننا وعلى نظافة جسمنا وعلى نظافة كل شيء حوالينا وكل شيء بنمشي فيه، يعني شوارعنا وأماكننا اللي موجودين فيها، علشان صحتنا تكون بسلام وبأمان. ولازم يا أصحابي ما نعاكسش ولا نضايق ماما أبدا ولا أي حد حوالينا. لازم لما ماما تقول لنا على حاجة نسمعها، لأنها أكيد بتعمل حاجة لصالحنا. طيب يا أصحابي تعالوا نتكلم النهاردة عن موضوعنا وعن الإبداع، إزاي هنتعلم وإزاي هنفيد وهنستفيد وهنعلم غيرنا. عايزة أقول نصيحة مهمة لكل الأصحاب، لما تتعلم معلومة جميلة أو تستفاد بيها لازم تفيد بيها أصحابك وتحاول تنقل المعرفة دي، لأن معرفتك الجميلة لو احتفظت بيها لنفسك وما بقتش موجود مين هيستفاد بيها؟ لازم كلنا ننقل معلوماتنا الجميلة لكل أصحابنا زي ما الخالة ناني نور الحسيني بتقول لكم. طيب تعالوا يا أصحاب نتكلم النهاردة عن موضوع خطير وهو الإبداع. بقول لكل أب وأم موجود في البيت، لكل معلم، لكل مرشد وموجه، لكل جد وجدة، لازم تهتموا بأطفالكم وتقروا أفكارهم قبل ما تتعاملوا معاهم. تمام، أهلا أستاذة أماني معانا على التليفون. أيوة. السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام. أستاذة أماني أستاذن حضرتك إنك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ألو. تمام. أستاذة أماني. سامعين حضرتك كده. أهلا وسهلا بيكي على الهواء معانا في برنامجنا علم طفلك. قولي لنا يا أستاذة أماني عندك أطفال؟ يا فندم عندي اتنين. ما شاء الله، مين ومين؟ أحمد ويوسف. اهلا باحمد واهلا باسر. يا ترى ايه اللي عرفتيه من برنامجنا وحلقتنا النهارده؟ احمد ويوسف صحيح كده؟ تمام. طيب حضرتك حابه تقولي ايه لاولياء الامور، او حابه تقولي لنا ايه من خلال تربيتك لاطفالك؟ ايه اللي اتعلمتيه من خلال برنامجنا خلال الحلقه اللي فاتت او الحلقه دي؟ احنا يعني بنحاول نطبق المهارات اللي حضرتك بتقوليها دايما. تمام. ان احنا ازاي نتعامل بشكل سليم مع اولادنا، ان احنا برضو نحاول نتفاهم معاهم، نحاول نقرب من فكرهم، نفهم هم عايزين ايه، ونحاول ان احنا نقرب ما بينهم، يعني بنبقى تمام. ممتاز جدا، لازم نقرا افكار اولادنا ونحاول نتواصل معاهم عن طريق الحب. زي ما قلت لحضرتك عشان تنشئي علاقه سليمه بينك وبين طفلك لازم يكون اساسها الحب والموده، لازم تنشئي الحب ما بينك وبين طفلك عشان يكون جسر المحبه ويقدر يتقبل منك كل شيء. أستاذة أماني أنا بشكر حضرتك على اتصالك الجميل اللي فادنا النهاردة، وأكيد فاد كل مشاهدينا، واستماعكم لينا أكيد هيعلمنا كتير وهيفيدكم كتير وهنستفاد من حضراتكم كتير من خلال تواصلكم. تعالوا نكمل برنامجنا ونتكلم عن أطفالنا ونقول إن كل طفل مبدع لازم نوعي، لازم نوجهه، لازم نحاول نكون بكل شيء إيجابي معاه علشان يتعلم كل شيء إيجابي في حياتنا نقدر ننقله له، أو نحاول نفيده بكل معلومة اتعلمناها. طبعا التواصل مع الكبير غير التواصل مع الصغير، يعني هنحاول إن احنا نراعي الفرق ما بين العمر،
في كلام، لأن الطفل الصغير ده بيكون لسه بيتقبل منك كل معلومة، ممكن ما يكونش فاهم كلامك. حاول توصل لمداركه بمفاهيم بسيطة وبكلمات بسيطة زي ما بنتكلم مع حضراتكم. كمان عشان طفلنا يكون مبدع، بعض الأمهات أو بعض أولياء الأمور أو بعض المعلمين بيستغلوا إن الطفل بيبقى أحيانا بيحب، مثلا هنتكلم عن موهبة الرسم، احيانا اطفالنا بيحبوا يرسموا في كل مكان، ممكن يكون عايز يرسم على الحائط، هو مش فاهم ان ده شيء بيضرنا او شيء بيأذينا، لكن انت بتعاملك معاه ممكن تقتل موهبته، وهي موهبة ابداعية جديدة عنده. موهبة الرسم مثلا زي ما قلنا لحضراتكم، هو بيحاول يقلد اي شيء جميل في حياته، وكمان الالوان اللي بيستخدمها او القلم اللي بيستخدمه، بيحاول يمسك القلم ويحاول يرسم في اي مكان. ممكن تقول له ايه؟ كده غلط، انا هجيب لك حاجه جميله جدا تقدر ترسم عليها. هو هيستوعب منك كل الكلام ده. استاذ سامي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا السلام عليكم. بالمتصلين. عليكم السلام. اهلا بمستمعينا ومشاهدينا على قناتنا الصحه والجمال. اهلا يا استاذ سامي. عندنا مين من اولادنا؟ ان شاء الله مصطفى وملك وصبري وايه. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيهم. تقدر تقول لنا عن اعمارهم وازاي بتتعامل معاهم؟ هي ملك 10 سنين طبعا بتعامل معاها، واهم حاجه حضرتك في البرنامج احييكي اولا على الاهتمام بالطفل. شكرا لحضرتك. او البرنامج الهادف يستحق المشاهده. تمام. واتمنى حضرتك تشجيع الطفل على القراءه، اهم حاجه شيء في لسه كنت هتحرق المفاجأة بتاعتنا الجميلة عن القراءة. لسه كنا هنتكلم مع أولادنا عن القراءة وعن قد إيه هي مفيدة، لسه كنا بنمهد لأطفالنا. لكن أنا بشكر حضرتك على اتصالك أكيد، وبشكر حضرتك على مفهومك لعالم الطفل أو مفاهيمك بالنسبة للطفل وتعاملك معاهم ومع اختلاف أعمار الأولاد، لأن حضرتك وضحت لنا إن أكبر أولادك عنده 10 سنين، ربنا يبارك فيهم. تعالوا نكمل موضوعنا. وعلى فكرة ان اختلاف الاعمار ما بين الاولاد وانك تقدر تتواصل معاهم ده شيء جميل جدا، ان حضراتكم تقدروا تستوعبوا كل افكارهم وتقدروا تتواصلوا معاهم بشكل سليم. هنقول لكم ازاي هيكون ده، ولكن تعالوا نكمل حلقتنا ونتكلم عن ابداع الطفل. انا لسه كنت بتكلم عن الرسم وبقول ازاي نوجه اطفالنا او ننمي موهبتهم من غير ما نأذيهم. دكتور اسلام، دكتور اسلام، الو. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا باستاذنا الدكتور اسلام، دكتور التنميه البشريه وصاحب الاكاديميه المصريه الحديثه. اهلا وسهلا بحضرتك، طبعا عرفت حضرتك من صوتك. ده لي عظيم كل شرف والله. شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك. بس انا عايز اسال الله يخليك، عايز اسال حضرتك سؤال مهم. قول لنا اولا، عايزه اعرف التنميه البشريه، كتير بيسال عنها وكتير عايز يعرف المفهوم التنميه البشريه، ممكن توضح لنا من خلال اتصال حضرتك؟ جميل جدا، ممتاز. انا اولا احييك على البرنامج الرائع اللي انت بتقدميه. اشكر حضرتك جدا، شهاده نعتز بيها. مبروك. الله يخليك. بصراحه بوجه رساله كمان لجميع الساده المشاهدين ان هم يسمعوا لي ويركزوا في كل كلمه انت بتقوليها، لان اي حاجه انت بتقدميها للساده الجمهور او للساده المشاهدين مبنيه على خبره حياتك. شكرا لحضرتك. ولكن نرجع للموضوع ده ان شاء الله على خير. التنميه البشريه هي باختصار هي تنميه المهارات الشخصيه لدى الانسان، واكتشاف الكنز الداخلي المدفون المجهول اللي هو عباره عن مواهب وقدرات الانسان اللامحدوده. الهدف من كده ايه؟ الهدف من كده النجاح والاتزان في جميع مجالات الحياه. يبقى هنوضح تاني، التنميه البشريه باختصار معناها هي تنميه المهارات الشخصيه لدى الانسان اللامحدوده. صحيح كده؟ طيب يعني أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة، لأن كتير من الناس الموجودة ممكن ما تكونش مكتشفة الموهبة اللي عندها المدفونة أو الجوهرة اللي ربنا منحلهم داخلهم، ولأنهم انشغلوا كتير بالآخرين فما بقوش يركزوا في نفسهم. أنا عايزة حضرتك تقول لنا عن اللامحدودية اللي موجودة داخل كل إنسان. كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى منحه موهبة ومنحة، بس عليه إن هو يدور عليها، صحيح كده؟ جميل جدا. ربنا سبحانه وتعالى عادل جدا في خلقه، خلق كل واحد موهبة وميزة تميزه عنه. لو الإنسان دور عليها وفتش عليها هتكون سبب ولقاها هتكون سبب أساسي في نجاحه وتميزه. أكيد. طيب ولو ما دورش عليها وأهملها
هيبقى انسان عادي، انسان تقليدي مش هيضيف اي جديد. علشان كده الرساله اللي بقدمها من خلال البرنامج الخاص بحضرتك لكل الساده المشاهدين، يا ريت يا ريت وضروري جدا ومهم جدا ان كل واحد او كل اب او كل ام ياخد باله من الموهبه او الميزه اللي ربنا اداها لاولاده علشان يقدر يستغلها في حياته لما يكبر ان شاء الله على خير، إن شاء وتكون الله. سبب اساسي في نجاحه وتميزه. إن شاء الله. شكرا دكتور إسلام دابس، شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك الشيق والممتع، وأتمنى من كل الناس اللي بيسمعونا واللي بيشاهدونا إن هم يهتموا بكل مواهب أطفالهم، وإن الشيء اللي أثروا فيه في حياتهم وهم صغار يقدروا إن هم يعوضوه مع أطفالهم. شكرا لحضرتك يا فندم، وتعالوا نكمل حلقتنا وبنتكلم عن الطفل المبدع، ازاي يكون ابننا مبدع وان احنا نراعي الموهبه اللي عنده، وازاي نوصله لبر الامان وكمان ندفعه لاعظم شيء بحيث ان هو يخدمه في مستقبله باذن الله، وان الشيء دوت يكون دافع ليه انه يكبر ويظهر للعالم اللي حواليه بشكل ايجابي ويكون عضو فعال في المجتمع وخير لوطننا باذن الله. حلقتنا بتتكلم عن الإبداع، وكنا بنتكلم عن الرسم، وقلنا إن بعض الأطفال، إن كتير من أولياء الأمور أو كتير من أساتذتنا الموجودين في البيوت بيحاولوا إن هم لما يلاقوا الطفل بدأ يرسم أو بدأ بالنسبة لهم دي هتكون شخبطة، وإن ده شيء مؤذي ليهم، وإن ده شيء إن هو مش عارف يتعامل معاه. لا، أنت ممكن توجهه إنه إزاي يتعامل على الورقة الجميلة، وإن ده شيء مش هينفعه. ف أيوه، مين معانا؟ أستاذ أحمد. أحمد أمير. أحمد أمير، أهلا يا ابننا الغالي، أحبابي الخلاناني، أهلا يا أحمد، منورنا على الشاشة. يا ريت يا أحمد تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون شوية. أحمد قول لنا استفدت إيه، بتحب إيه يا أحمد، إيه اللي بتحبه عشان تنمي مهارتك فيه، بتحب إيه، بتحب القراءة؟ أه بحب القراءة. وبتحب الكتابة؟ والكتابة كمان. احمد كان بيشارك معانا من خلال حكايه الخلاناني، وكنت بتكتب كلمات جميله. طيب انا عايزاك تقول لنا جمله جميله عن مصرنا الحبيبه، تحب تقول ايه عن مصر؟ تمام، فكر كده، فكر كده وقول لنا. ها، مصر ام الدنيا. الله 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 حبيبي، احنا مصر ام الدنيا وهتفضل ام الدنيا، وبمشاركتك وبمتابعتك اكيد مصر هتبقى غاليه علينا وجوه قلوبنا يا حبيبي. ربنا يحفظك لوالديك، وتعالوا نكمل حلقتنا، مش مهم طرحتنا اللي بتقع دي، تعالوا نكمل حلقتنا ونتكلم عن الابداع وازاي ننمي مهارات الاطفال وازاي نتعامل معاهم من خلال تعاملك وتبسمك، ده حتى البسمه في وجه اخيك صدقه، ما بالك في اولادك لما تكون مبتسم ليهم وتقابلهم بترحاب، ولو حتى بيعملوا شيء مؤذي ليك قلت لحضرتك لا او لحضرتك، لو كتبوا على الحائط او كتبوا على المكان او كتبوا على شيء انت مش عايزاهم يكتبوا عليه او يرسموا عليه، ممكن توجهيهم ان ازاي يعملوا بايديهم الحاجه دي ويحشوها او يشاركوا معاكي في تنظيفها، وفي الحاله دي هم هيقدروا العناء اللي تعبوا فيه، ان هم قد ايه خدوا وقت علشان يحاولوا يزيلوا اللي هم عملوه من مساوئ ضايقت حضرتك او ضايقت حضرتك، وفي نفس الوقت هيكونوا اتعلموا من افعالهم دي واكتسبوا مهاره، وان حضرتك لما توجهيهم للرسم في كتابهم او في كشكولهم هيكون شيء مبدع ليهم، وفي نفس الوقت هيتعلموا من حضرتك المكان او من خلال توجيهات حضرتك هيتعلموا منك ازاي يتفعلوا وازاي يتعاملوا. تعالوا بينا نطلع او نحكي حكايه جميله ونقولها لاطفالنا، او ولا ايه رايكم نقابل الفزوره الاول ونسمعها وبعد كده نستقبل ضيوفنا معانا على برنامجنا علم طفلك، نسمع فزورتنا.